بسم الله والحمد لله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مولانا، ولا مولى لنا سواك. يقول مولانا مخاطبا حبه الأول عليه الصلاة والسلام وهو قائدنا الأعظم محمد النبي العربي الأمي، لكن يتميز من يوم ما خلق في بطن أمه عليه السلام، فمانا مطهر من كل ريب وكدر وانحراف. يعني أنا لاحظت مع حاجة قيلت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أراها سوء أدب، فيقولوا خلقت كما تشاء. كيفاش كما تشاء ولم تخلق بعد؟ كيفاش يجي وضم كما تشاء؟ خلقت كما يشاء الله لا كما تشاء. صح المفاهيم يا ناس، وبرشا من الناس بدوا يدوروا في روسهم واستحسان لهذا الكلام. لا لا لا، كأنما خلق كما تشاء خلقت. يا ناس هذا باطل، كما قالوا نعرف شكون يجم يكون شاعر تونسي يقول إذا الشعب من قرر فيتم ذلك كل ما قرره الشعب. هذا باطل. أنت تقرر بس تيا ربي في كل أمور، فإذا بي حقيقتك الدفينة فيك أنت تعلن ما ليس فيك وما لم تقصد اتيانه ولو بنسبة قليلة. نعود إن شاء الله.